ينتظر سكان ولاية البيض إطلاق أول رحلة جوية باتجاه العاصمة نهاية الشهر الجاري، إلا أن تأخر شركة تصل للطيران في فتح مكتبها أثار مخاوف السكان من إلغاء المشروع. المزيد مع نور الدين الرحماني. عندها أسبوع من اللي تم الافتتاح تاعه، ولحد الآن ما عندنا حتى معلومة رسمية باش نجم نصرح بها. هذا ما نجم نقول عنه. من هذيك شنو قلنا على السيمانة هذه؟ قلنا على اليوم الأحد، اليوم بالذات قلنا باللي اليوم يتم استقبال، ولحد الآن مازال ما حتى معلومة عليه. هذه عندنا في بلادنا، الوعود يا الوعود والكمال على الله. واه صح، موعد حقيقة دولة كتسرح بحاجة تطبخ. بصح ما نديرها ليش انا بلي ويكاند، لي ويكاند شكون يمشي لك فيها؟ وزيد تاني البري، البري من ما على باليش راهم دايرين 700 ميل، نمشي من الجزائر 100 ألف ولا نمشي في طاكسي 140، خير من نمشي في الطيران. ينجح خش عندنا، كاين ديبار من الجي، كاين راهم دايرين دو فول الجي منا، ودايرين ليسكال تاع بالشهر، دايرين خطرة واحدة بالشهر، خطرة في السمانة. الحمد لله مليحه، بصح خاصنا كيما كحضر نمشي يمشوا الحجاج منا وتاع العمره يمشوا منا، علاه يمشوا الوهران ولا يمشوا الالجي؟ علاه؟